اسامه صبري مدير مطعم حسني فرع مصر الجديده. احنا النهارده بنتكلم عن سلسله مطاعم حسني انها بدات من 1970، يعني دخلنا في 50 سنه شغالين بسم الله ما شاء الله. كان الحاج حسني زمان عامل فرع واحد اللي هو في بحري اللي هو المركز الرئيسي. احنا الاول كنا بنشتغل لحمه بس، دلوقتي بنشتغل لحمه واسماك وطيور، بنشتغل كل الحاجات دي بنشتغل فيها دلوقتي من 98، يعني طبعا من دخول المنظره من افتتاح الفرع المنظره 28/2/1998 فتحنا فرع المنظره وفرع المنظره ده دخلنا فيه السمك. من يوميها واحنا عندنا سمك وجبنا احسن شيفات في مصر كلها انها تعمل اسماك، جميع انواع السمك، السمك البحر المتوسط او كله، اذا كان دينيس او اروس او مرجان او وقار او مياس حر، كل ده احنا بنجيبه. الكابوريا الاستاكوزا بتاعت البحر المتوسط مش البحر الاحمر، كل ده موجود عندنا. الصبيط، الجندفلي، البلح البحر ما بيطلعش في البحر بتاع المتوسط، بيطلع في مدن الساحل بس زي الاسماعيليه والبورسعيد والسويس والقنال، لكن ما عندناش بلح البحر في اسكندريه، مع العلم ان كل سمكنا من اسكندريه. بس بالنسبه لده الحاجه الوحيده اللي احنا بنجيبها من الاسماعيليه. الاكل الشعبي في ناس بتقول عليه شعبي، مع العلم ان هو اللحوم بتتقدم بطريقه شعبي او بتتقدم بطريقه غربي، هي كده كده لحوم. يعني مثلا الفليتو ده حته لحمه، بتطلع مثلا حته اللحمه دي تتعمل بيها 1000 طبق، اعملوا لك طبق واسموه لك فليتو مشوي، ممكن اعمل لك منه نوع تاني باسم تاني، ممكن اعمل لك نوع تالت باسم طبق تالت، لكن كلحمه احنا عندنا اللحمه الاساسي اعملها بألف طريقه. جبت شيف غربي بيعمل لي لحمه بطريقه غربي، جبت شيف شرقي بيعملها لي بطريقه شرقي، جبت شيف من الشارع هيعملها لي حاجه صغيره، هيعملها لي ايه؟ محمره، ده اللي بتاع البيوت، الحاجات العاديه جدا. فكل حاجه موجوده، اللحوم موجوده، الاسماك موجوده، الطيور موجوده. انا عندي بط وعندي فراخ وعندي حمام وعندي سمان، كل ده موجود في سلسله مطاعم حسني. مش هتلاقي ان مطعم واحد يجمع كل الحاجات دي في مكان واحد.